السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعرض لكم شقة في منطقة حيوية جدا في منطقة كاشستو التابعة لمنطقة يمرة. شقة جميلة جدا بإطلالة رائعة جدا. لمتابعة تفاصيل الشقة أو لمتابعة قناتنا لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر التنبيهات. تابعونا بتفاصيل الشقة. وصلنا الدور التاسع زي ما شايفين. الدور هذا أو البناية موجود فيها مصعدين وشقتين أمامية وشقة خلفية. نصور مع بعض الشقة هذه. شقة رقم 27 ثلاث غرف وصالب بمساحة 170 متر مربع. أول ما نتوجه إلى مدخل الشقة، المنطقة الكبيرة هذه منطقة موزعة للغرف. يميننا على طول منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات. يسارنا على الصالة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله مساحة الصالة مساحة كبيرة وشرحة تقريبا 4 في 7 بالإضافة إلى الواجهة الأمامية واجهة بحرية. شيء رائع ما شاء الله تبارك الله. أشرح لكم مع بعض المنطقة اللي موجود فيها الشقة هذه أو الموقع المجمع. منطقة كاشستو، منطقة كاشستو منطقة حيوية جدا موجود فيها كل الخدمات. تعالوا مع بعض على البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة. اليوم تصويرنا صادف أجواء ممطرة وأجواء ضبابية، يعني حاجة حلوة، بس ما أدري في الكاميرا إن شاء الله تشوف البحر أمامنا وإطلالة الطبيعة ما شاء الله تبارك الله. شيء رائع جدا ما شاء الله. الموقع زي ما قلت لكم موقع مميز جدا في منطقة كاشستو التابعة ليمرة. جواهر مول أمامنا، بجوار جواهر مول الفنادق العالمية مثل نوفوتيل، شيراتون راح ينبني والفنادق العالمية المعروفة. خلف فندق نوفوتيل اللي هو جواهر مول في شاطئ السباحة، بالإضافة إلى المطاعم والجامع والسوبر ماركتات والكافيهات حوالين الموقع. طيب نكمل مع بعض تفاصيل الشقة. نتوجه إلى المطبخ. زي ما تشايفين دواليب المطبخ ما شاء الله تبارك الله نوعية جيدة وفاخرة بنظام هيدروليك. أماكن الأجهزة الكهربائية موفرة وجاهزة. مكان الثلاجة، مساحة المطبخ مساحة جيدة ما شاء الله. نتوجه إلى الغرفة الأولى. الغرفة هذه ما شاء الله تبارك الله مساحتها يعني جيدة، ما نقدر نقول أنها صغيرة، تقريبا 4 في 4. وإطلالة الغرفة على الطبيعة شيء رائع ما شاء الله تبارك الله. نطلع من الغرفة الأولى نتوجه إلى الحمام الأول. أنتم بكرامة، حمام الأول التابع للشقة، التابع للشقة مقابل الحمام الأول أو دورة المياه الأولى أنتم بكرامة الغرفة الثانية. الغرفة الثانية أيضا مساحتها جيدة. ما ننسى الأرضيات كلها باركيه مع الغرف مع الممرات، يعني باركيه درجة أولى. بجوار الحمام الأول نجي على الحمام الرئيسي التابع للشقة ككل، دورة مياه مكتملة. أخيرا نتوجه إلى الماستر. غرفة النوم الرئيسية لها حمام خاص فيها، بالإضافة إلى منطقة دريسنج روم اللي هو غرفة تغيير الملابس. منطقة جيدة نقدر نحط فيها دواليب أرفف، نستخدمها كغرفة ملابس. وأيضا مساحة جيدة تقريبا 4 في 4.5 مساحة رائعة، نقدر نحط فيها المنطقة هذا السرير وأيضا دواليب خاصة بغرفة تغيير الملابس جاهزة، يعني مساحة جيدة. الماستر لها بلكونة خاصة فيها. تعالوا استمتعوا بإطلالة البلكونة التابعة لغرفة النوم الرئيسية ما شاء الله تبارك الله.
إطلالة رائعة على الطبيعة وجزئية على البحر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.